وصلنا لأولى فقراتنا ميسان لليوم، كنا عم نحكي عن الكواكب والنجوم تحت الهواء. فقرتنا لليوم عن حركة الكواكب والنجوم لهي السنة أكيد، وأبرز الأحداث الفلكية اللي صارت بالسنة الماضية 2020 وأهم الأحداث المتوقعة في السنة الحالية. رح نشوف كل هالتغييرات ونسمع عن تفاصيلها. بصرنا نرحب بالدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير. صباح الورد سالي، صباح الخير بيسان. صباحك دكتور، كل عام وانتم بخير بالسنة الجديدة، ما شفناكم السنة الماضية. صحيح، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بخير يا رب. دكتور، يمكن في كثير أسئلة بيسألوها الأشخاص حول إلى أي حد حركة الكواكب والحركة الفلكية تؤثر علينا، تؤثر على الأرض. تعرف دائما الناس بتحب هذا السؤال. صحيح. وخصيصا أنه هلا نحن يمكن فتنا بالشتوية وما فتنا بالشتوية لهلا، فكل الناس عم تسأل يا ترى ليش الشتوية ما في مطر فيها، ليش ما اجت مثل هالوقت من كم سنة كان في ثلج. فخلينا نعرف هاي الأحداث وارتباطها بموضوع الطقس. تمام، خلينا نحن نفصل السؤال لشقين. الشق الأول حركة الكواكب. نحن هالسنة كنا دائما مثل كل سنة بآخر السنة نطلق حملة اسمها ليلة التنجيم. بالفعل هالسنة أعطت ثمارها بشكل كتير كبير. لاحظنا الناس كتير ابتعدت عن ما يعرف باسم التنجيم وربط حياتنا بالكواكب والنجوم وهالقصص كلها، يلي أثبت العلم أن هي عبارة عن علوم زائفة لا تؤثر على الإنسان. الإنسان يكتب مصيره، يكتب مستقبله. تفائلوا بالخير تجدوه. دائما كنت أنا أدعي اللي كثير بيؤمن بالأبراج، نقي أحلى برج واعتبره هذا برجك اليوم. فالأبراج لا تؤثر على الإنسان إطلاقا ولا حركة الكواكب. حركة الكواكب تقوم برقصات جميلة جدا في السماء ومن الممتع مشاهدتها. وفعلا عام 2000 وعام 2021 يحمل معه رقصات فنية للكواكب. بعام 2020 ودعنا عام 2020 باقتران رائع جدا كان بين كوكب المشتري وزحل، وبتتذكري سالي حكينا بهالموضوع مفصلا. كان لقطة رائعة جدا أن نرى المشتري وزحل بعدسة واحدة. فعلا جذب هذا الحدث الفلكي عدد كبير من الناس، أمتع عدد كبير من الناس. العام هذا حيحمل أيضا اقتران آخر، هو اقتران المشتري مع الزهرة مع كوكب عطارد ب 21 شباط، يعني الشهر القادم، أيضا من الظواهر الفلكية الممتعة جدا. نجي لحالة الطقس والمناخ. فعلا يلي الناس كثير تساءلت حول هذا الموضوع وأثار يعني بصراحة كثير شجون عند الناس، يعني استغربوا ليش بالعادة كانون الثاني. نحن صرنا هلا قاربنا من منتصف كانون الثاني ولا نقطة مطر، شوية ثلج والثلجات. إذا بنرجع بالسنوات الماضية ب 2015 مثل هالوقت كانت الشام فيها ثلج. نحن قلنا دائما بهالنقطة تحديدا هذا ذنب الإنسان، هذا ما افتعله الإنسان. الاحتباس الحراري، حرائق الغابات، تغيرات مناخية، كلها أطلقت كميات من غاز ثاني أكسيد الكربون. نحن كناس مختصة في علوم الفضاء والفلك، في تكنولوجيا الفضاء والفلك، عنا مؤشرات لغاز ثاني أكسيد الكربون. لاحظنا أنه نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بسوريا وبالعالم أعلى من النسبة المحتملة. يعني هي النسبة المحتملة 225 جزيء بكل مليون جزيء، وصلنا ل 438 جزيء بكل مليون جزيء، يعني ضاعف غاز ثاني أكسيد الكربون. هذا الشيء بيعمل مصدات بصد المنخفضات مثل الحاجز يلي مسكر ما بيقدر المنخفض يعبره، وبالتالي يغلق على منطقتنا المنخفضات الماطرة لفترات طويلة. مقابل هذا الشيء بيجينا فترات قصيرة فيها أمطار غزيرة سيلية، شاهدتوها وحنشاهدها. بتجي فترات قصيرة ثلوج، انخفاضات غير مسبوقة بدرجات الحرارة، هوبا بتخلص كأنه رجعنا للصيف. وبالمقابل تخلص الشتوية بسرعة كبيرة. يعني وكمان يمكن حكينا سالي بهذا الموضوع أنه شلون الصيفية حتفاجئنا، يعني كيف نحن عم نعيش بحالة احتباس مناخي حقيقي. يا ترى شو العلاج، شو الحل؟ نحن هي المشكلة بدنا حل، لأنه إذا استمر الوضع هيك سنة سنتين ثلاثة عشر الإنسان يتحمل، لكن إذا تزداد الموضوع عن هيك حتى عام 2030 عنا كوارث لا تحتمل منها. غرق جزر المالديف، أكثر من 2000 جزيرة إندونيسية مهددة بالغرق. تغير الغابات الأمازون الرائعة ستختفي، بالمقابل الصحاري ستتحول لغابات. فالحياة اللي بالصحارى راح تموت، راح يصير في اضطرابات مناخية. المناطق فيها أمطار وثلوج مثل منطقتنا شتاء متوسط، خلينا نقول راح تصير شتاء صحراوي قاسي. طيب شو الحل؟ الحل العالم كله اتحد وأطلق بعام 2020 بآخر عام 2020 تحديداً بشهر كانون الأول نداء لكل العالم، وحتى أعلن حالة الطوارئ المناخية. يعني تخيلوا سالي بيسان لوين وصلنا. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة حالة الطوارئ المناخية. يعني ما عم نحكي كلام عم نخوف، لا، هذا الشيء صار واقع.
المؤتمر باريس للمناخ ومعاهدة بالأحرى باريس للمناخ هي الحل الأمثل. كل الدول تقريبا 90% من الدول المقعلة بما فيها الجمهورية العربية السورية. للأسف الشديد أكثر دولة ملوثة للمناخ انسحبت من الاتفاقية، وهذا عمل شرخ بالاتفاقية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي رقم واحد بتلويث المناخ. انسحبت انسحابها خلى الاتفاقية تنهز، لانه مع انسحاب الولايات المتحده اتباعها اكيد راح يتراجعوا. هذا الشيء خلى كثير مشكله كبيره للبيئه، زادت بعام 2020 مقابل وباء كورونا يلي خفف من اثار البيئيه. هذا يعني انه وباء كورونا خفف من ما يبث الانسان من غاز ثاني اكسيد الكربون، ضخ الانسان دبل فراح تاثير كورونا، فصار عندنا المشكله مضاعفه. هلا عام 2021 نتمنى ان تعود الولايات المتحده الامريكيه لاتفاق معاهده باريس للمناخ، ان يتم الاهتمام اكثر بالمناخ، لانه فعلا الدراسات تثبت انه وصولا لعام 2030 فعلا ستقبل البشريه على كوارث. يمكن نحن خلينا نحكي بصراحه وكل وضوح، نحن بمدار يجعلنا الاقل تاثرا بهذه التغيرات المناخيه. شو تاثيرنا نحن؟ نحن تاثيرنا تغير درجه الحراره، الشوب طول، البرد امطار غزيره بفترات قصيره لكن مو جونا، هذا تاثيرنا. لكن في دول رح تغرق، في دول رح يعبيها المي مثل البندقيه، وشفنا نحن سنوات ماضيه كيف في دول مثل مدن مثل لندن مثل نيويورك ستعاني من كوارث غريبه جدا بالتغيرات المناخيه، اما نحن الاقل تاثرا في هذا التغير اللي عم يصير بالعالم. الحمد لله لهيك نحن يعني مثل ما قلت يمكن الشرخ بمعاهده باريس اللي حتى المناخ خربته امريكا. صحيح. حتى المناخ ما انه سلمان منا. يعني خلينا نحكي كمان ايضا عن فتره الشتاء القصيره بسوريا هلا اللي نحن رح نشهدها، يمكن هي فتره قصيره ورح نقبل على صيف. هل هذا الشيء كمان ممكن ياثر سلبا يعني بشكل عام ولا لا؟ هذا الشيء خلينا فينا نحن ناخذه بشق ايجابي. تمام. هلا طبعا مثل ما ذكرت المديريه العامه للارصاد الجويه بجول تحيه اصدقائنا انه يوم الاربعاء ابتداء من يوم الاربعاء حيكون في منخفض. في منخفض تمام. رح تلاحظوا انه يوم الاربعاء رح تنزل امطار غزيره بفترات قصيره، يعني الشيء اللي عم نحكي عليه، ورح تلاحظوا بعد منها تغيرات بالمناخ كبيره، برد كثير، انخفاضات درجات حراره، وصولا لشباط، بعد منها فجاه بيجينا ايام صيفيه مثل ما صار. يعني من كم يوم لاحظنا كان كثير شوب وكانت الشمس كثير قويه وحاده، رغم انه احيانا بالفيف بروده. برافو عليكي، بس حتى استغربوا صاروا يسالونا كثير انه لك شو هالشمس، يعني في مشكله بالشمس كثير حاده، يعني الناس اللي عم توقف بالشمس عم كثير، يا ترى الشمس قربت على الارض مثلا في كارثه؟ لا لا لا، هي الموضوع هذا هو الاحتباس الحراري اللي عم نحكي عنه. هلا خلينا نقول انه فعلا الجانب السلبي، الايجابيه بالموضوع هو خلينا نقول الحصار الاقتصادي اللي على البلد، توريدات النفط، نقص مادة المازوت للتدفئة، وبالتالي هي ناحية إيجابية. هو ما في تدفئة، فبالنسبة للناس أكيد مبسوطين أنه في شتوية، أنه يكون الشتوية قصيرة وخفيفة. لكن هي عالميا لها تأثيرات كثير كبيرة، لأنه هي عبارة عن إذا انكسرت حلقة بينكسر باقي الحلقات. انخفاض نسبة الأمطار أو تغير توزيعها، نحن ما عم نقول انخفاض، عم نقول تغير توزيعها على المواسم. خلينا تماما، يعني عم تنزل بفترات قصيرة بغزارة عالية، هي المي ما بتستفاد من الأرض، يعني إجت فترة جفاف على الأرض فجأة كبيرة كمية من الأمطار كبيرة، أرض ما بتبلع، في جبال بدها تلج مشان الينابيع، في كتير تفاصيل بيحتاجها بتحتاجها البيئة، وخصيصا أنه بكرة بيجي الصيف وهون بتبلش المشاكل، ما بقى في مي وما بقى في ري، كتير أساس باكر. يعني هلا نحن خلينا نقول بنيسان ب 14 أو 13 نيسان متوقع شهر رمضان المبارك، فحنلاحظ أنه شهر رمضان المبارك رح يدخل معه الصيف، يعني حتى داخل معه صيف صيفي، ما حيكون شتوي اقرب للشتاء، لا حيكون اقرب للصيف، يعني بالمعنى الفلكي او بالمعنى المناخي حيكون اقرب للصيف. وعلى فكره ذكرتوني بقصه طريفه، ان الارض وحتى الارض نفسها هذا العام انتهاء بعام 2020 وبداء من 2021 غيرت رايها. كل سنه الارض بدورانا حول نفسها تستغرق وقت اللي هو بالضبط 24 ساعه. نعم. يلي نحن بنحولها لثواني بيطلع معنا 84600 ثانيه. هذا العام الأرض تباطأت، عم تتباطأ شهريا ب 0.4 ملي ثانية، يعني اليوم تبعنا عم يقصر 0.4 ملي ثانية. هذا الشيء حيضطر العلماء بنهاية عام 2021، وتذكروني بيوم 31/12/2021 الساعة 11:59:59 رح يضطروا يقيموا ثانية، يعني بدل ما تصير 11:59:59 حتصير 11:59:58، يعني رح تتاخر فرح احتفالات راس السنه ثانيه. السبب اول مره بتاريخ الارض
تتباطأ بدورانها حول نفسها. هي هذا يعتبر من الأحداث الفلكية اللي بلش مع 2021. صحيح. طب خلينا نعرف أكثر عن الأحداث الفلكية ب 2021 واللي رح يكون لها تأثيراتها بيئيا مناخيا بشكل عام. تمام. هلا أول حدث مثل ما قلت لكم هي التباطؤ الغريب العجيب، يعني حتى يعني لما تقول إنه العمر قصير صار، هلا فعلا صار. صرنا ثانية. صرنا ثانية. هلا التقاء ثلاث كواكب. تماما. الظاهرة الثانية هي التقاء ثلاث كواكب الزهرة والمشتري وعطارد بمنظر رائع جدا، هن ثلاثة قدام بعض، يعني شكله مثل لمبة مثل ثريا بالسماء، كثير حلو، دعوة للمشاهدين إنه يلاحظوا هاي الظاهرة الفلكية الفريدة ب 21 شباط. نحن كسوف وخسوف هالسنة ب 2021 للأسف الشديد لن تشهد بلدنا أي حالة كسوف وأي حالة خسوف، يعني عنا شح بالكسوفات والخسوفات، لكن حنشهد أكثر من ثلاث أقمار عملاقة، آخرها عملاق أيار، أيار رح يكون معه قمر بدر كامل وقريب جدا من الأرض، رح يكون ممتع جدا. إذا عنا أيار في حدث فلكي، عنا حدث فلكي اللي هو هلال رمضان اللي حيقترن مع كوكب الزهرة ويطلع بالسماء، كتير حلو أيضا من الممتع مشاهدته. رقصة الكواكب الثلاثة، الهطول الشهابي اللي حيحدث ب 11 12 آب و 17 18 تشرين الثاني، في هطول شهابي أكيد، وهو الأروع هالعام، يعني نحن صحيح ما عندنا كسوف وخسوف، لكن عندنا هطل شهابي هو الأروع بهذا العام. هي بالنسبة للأحداث الفلكية. إذا تحدثنا شوي بمختصر سريع عن المهمات الفلكية، يمكن عام 2021 راح يحمل مهمات هامة جدا للبشرية، منها كوكب المريخ، الوصول والعودة من كوكب المريخ، محاولة العودة من كوكب المريخ إلى الأرض. الصين ببداية 2021 رح ترجع بعينات من سطح القمر، رح ترجع بعينات اليابان من كويكب اسمه ريوغو. إذا في أحداث فلكية أيضا. نعم. في عام 2021 إن شاء الله يكون عام خير يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يحفظ كل الخير يا رب. صحيح. وإن شاء الله كمان ندعي نرجع دائما نتأمل. نحن هلأ مشكلتنا الحقيقية هي المناخ، وهذا الشيء اللي يعني يخلي العلماء. نعم. يسلطوا الضوء على الكواكب الأخرى ليشوفوا إسقاطاتها. دعمنا الوقت وجعبالنا لسه نحكي أكثر وأكثر. أكيد دائما ضيفنا المميز دكتور محمد رح دائما رح يكون لنا وفات تانية لنعرف كمان الأحداث بتفاصيلها. كل الشكر لوجودك معنا، نورت صباحنا لليوم، وهيك عام خير يا رب على الجميع. صباح الخير سالي، برجع بقول لك العام وانت بخير بيسان، وكل عام بالخير للاستاذ رامي المعد الرائع لهالحلقه اليوم. شكرا كثير لك دكتور محمد، نتمنى لك كل التوفيق ويا رب الخير على كل الاشخاص يلي عم يتابعونا.